مرحبا اخواتي، هذا الفيديو اليوم تحدي بيني وبين مروه، تحدي حلو وجديد باليوتيوب. قبل ما نبلش الفيديو، الكل يحط لايك للفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة ورابط الانستغرام تبعي وتبعها بصندوق الوصف، الكل يدخل عليه ويتابعه. الكل لك فورا لا تناقشني، وقف الفيديو ادخل صح، ادخل وعمل فولو للانستا وعمل اشتراك في القناة. اذا بدك انت لتعامل لك فولو على الانستغرام فضلا وليس امرا. ايوه هيك يلا يا اخوان راح نبلش التحدي. يلا معنا يلا التحدي الاول مروه. راح نبلش بالصعوبه من الاول. تفضل. بدي اياك تقومي تلبسي ثياب شباب. ايوه. وتوقفي قدامي، واذا ما بتقدر تنفذ الطلب اللي انا بطلبه عليها عقاب، والعقاب راح يكون كثير صعب ونجس بصراحه. مثل شو العقاب؟ طيب عقاب مثل اني يا اما احبس شعرك، يا اما بكسر الميك اب، يا اما بحرق اصبعك. اي انا بحكي جد. ليش قدر اصبعك؟ يعني عقاب بده يكون صعب بصراحه، يعني عقاب صعب انه هي عم بفهمك. وطبعا مو هيك يعني، بس هدول في على كيفي شو ما بيخطر في بالي رح اعطيها العقاب، واحتمال استخر كف اوصله بالحيط، انزق بالحيط. المهم يا اخوان العقاب رح يكون صعب كثير، والتحدي الاول رح يبلش. حمس مروه. يا جماعه معلش مروه، بدك تلبسي ثياب شباب وتقومي قدام الكاميرا وتاخذي دور الشاب لمده دقيقة، اقل من دقيقة. يلا فيكي تعملي هالشي ولا لا؟ اوكي طيب راح تلبسي ثياب شباب. تمام يلا نشوف مروة راح تصير شاب. تشاو. اوووب لبستها يا اخوان، قميص ابو عذاب ونصية احمد وبنطلون احمد. يا هم العالي تم تنفيذ الحكم، نفذت حكمي يا جماعة بنجاح. شوفوا هلا شو بدي اعطي حكم. ومثل ما شفنا اخواتي لبسنا مروة قميص ابو عذاب، نصية احمد وبنطلون احمد، نفذت الحكم مثل ما قلنا. هلا التحدي اللي بعده مروه راح تعطيني تحدي وانا اعمله، اذا ما قدرت اعمله راح تعاقبني. او مثل ما شفنا مع بعض خليتها تلبس نفس الشباب ونفذته هي وما عاد فيني اعاقبها. هلا الدور عندك. هلا هي راح تعطيني الشغله، اذا ما قدرت اعملها راح تعاقبني. هاتي شوف شو بدك اعمل. تقص كنزه وبنطلون من عندك. بحس ما قدرت تعمل هذا التحدي؟ لك عقاب. طيب رح اقوم افتح الخزانة وطالع. يلا انا بختار. تمام اوكي يلا يلا. وهي جبناها لك بهاي، وهي جبناها بهاي. يا اخوان شوفوا هاي الكنزة كذاب بلبسها عتيقة. لا والله بس انها صيفية. وهي البنطلون مجشم. هلا من وين نبلش الشقشقة؟ بجيب مقص. ما بدها، لا بدها شبرية. هي طالع لنا شبرية من القصاصة. قصاصة ضفيفة مش عارف عنه ولا ايه؟ والله لشقه شق. والله لشقه. هذا والله شقيته، والله شقيته. شوفوا محمود. جبت بتعرف هذا الشيء؟ شوف شو قد ايه بطاطا. طب اذا خدت يلا هيك بشقها بايدي انا من دون ما استعمل شيء. شفتوا؟ تمام قصي لشوف. هاي انت قصي. حبيبتي شو بدنا نقصها؟ هلا انا بطل يا جماعه. شوفي شو بدي قصها. عم يصل مع حدا مشقشق يا جماعه، هيك اسمه غش. انكسر في محل شو؟ تا 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 ما لقينا مقص، جبنا سكينه. هنحارب انا وياك. ليش عم يمسك سكينه يا جماعه؟ كاني عندي تاك. يا باطل. حطيتها من مرة. شو ساعدك دير ما تعب تمسح ولا خربتني. شفيته. شو خلاص يصير رمبو. سويتها تنورة. هي بتقصر. هي شقينا واحد. هم 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 هم
وهي سوينا هون شوفتين ثلاثة. بعد ما عمل حرب يا جماعة. بعد ما عمل حرب. نفذت التحدي مالتي. مش الحال. هلا دوري. أنا أعطيكي تحدي. وإذا ما نفذتي بدي أسلخك كف قدي وبيك هيك رح أقلبك لهذاك التخت هيك. طيرك. شلون؟ تحدي هذا. إذا أنا إذا أنت ما نفذتي التحدي رح أضربك. طحين وزيت. لا بتجيب لك صحن طحين استني. لا 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 أقبل. بتجيب لك صحن طحين. لا أقبل. وصحن زيت. لا أقبل. بتحط الزيت على وشك. وبعدها تحط راسك بالطحين. أنا قلت له نعمل كل شيء، نحن ما لنا متفقين على التحديات يا جماعة، نحن صرنا نقول إنه التحديات عشوائية. بس إنه شيء تعطيني هيك تحدي؟ لا لا ما هو مضبوط، لا. بدل. لا إيه. لا إيه. لا إيه. لا. لا إيه. لا. 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 قلي لا. هلا رح اجيب لك صحن. ما بدي نفذته اصلا. لا شوفوا شلون ما رح نفذه ديمو. شوفوا ما رح نفذه يا جماعه، ما رح نفذته. ديما انه قالت ما رح تنفذه، هذا هو قدامها، هي بتختار تنفذه او لا. تفضل يا انسه. انا بعمل لكم كرسي كمان تكرم عينكم. يا جماعه والله ما بصير هيك. اول شيء زيت. حطيت. لا عربية. لا شيل لك الطحين كل وشك من فوق لتحت. حطي. شيل. كل وشك من فوق تحت لانه تحطي راسك جواتك. يا جماعه والله حرام عليك، هذا مو تحدي. حط عم شو عبي. ايوه هيك. حاج محمد حاج. تحطي راسك تعملي شوفي اذا بتحط اذا بتحط دلزق. معلش حطي راسك ايوه. حركي وشك هيك يمين يسار. انت شيلي ايدك. حركي وشك يمين يسار هيك، اعملي هيك يمين ويسار. خلص خيي ما بدي. لا 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 ما بضل هيك. حطي وشك يمين يمين يسار يمين يسار. ضيع الكلمة. لا ربك هذا مو تحدي والله، هذا مو تحدي. شوفوا ها شو بدك تعمل الفيديو انا؟ يا الله ليش بدك تعمل دوري وانت تكمل لحالك؟ شوف بدي اوصل لامكم كمان. انا برضه معلش عن جد هذا مو تحدي ولو يا حرام يا شيخ يا حرام صدقني. محمد روح من هون، دور هون لا دور هون خلاص محمد روح من هون يا ايه. بعد ما نفذت حكمها التحدي تبعها وبكيت شوي ورضينا، هي قال ما راح نفذ هاي وما راح تسوي خالص هو الا بسمع عنها بعد. هذا مو تحدي محمد. مشي حالك راح فات مات. دوري الله يستر على التحدي اللي رح تعطيني اياه. هاتي اشوف التحدي هو يا محمد انك تتحمم بثيابك تغني الغنية اللي انا بدي اياها. ايه بثيابك اللي انت فيهم هدول ايش عم تطلع؟ بصير اغير الكنزة؟ لا ما بصير اغير شيء. ما خصني محمد اول لبسه والله ما خصني، لكن انا تخليني طحين تعبيني من فوق لتحت كلها طحين وزيت ومتحمم بثيابك وتغني الغنية اللي انا بدي اياها. طيب تمام. رح قوم واتحمم بثيابي يا اخوان وبهالكنزه نشوف زده. بس شرط شو؟ رح احط الكاميرا بالحمام. عمل بدك يا بدنا نشوف انك عم تستغل عم تعمل هذا التحدي. تمام يلا دقيقه هاي يمكن حينك. مثل ما انكم شايفين يا حلوين دقيقه يلا رح اشرب مي حالي. والله نجمك يا مروة أبشع شي واحد يتحمم بثيابه يا زلمة. ثيابي مو ظابطة ولو مو ظابطة. يلا يلا بورجيك يا مروة والله كانت كنت عم بيها الحلقة بسه غيرك من فيه وكرا طعم لي طعم لي
هاي تمام الحكم، هاي تمام الحكم على اخوان سبب، هاي تحممنا رجابنا، وهلا راح اطلع منها، راح اطلع اتحمى واخلص، انا شايف حالي اطلع لبرا على المروه.